إذا تزوج رجل بنت وبعد الدخول عليها لم يجدها بكرا فماذا يفعل؟ هذا له أسباب. قد تكون البكارة ذهبت لأسباب غير الزنا، فيجب حسن الظن إذا كان ظاهرها الخير وظاهرها الاستقامة، يجب حسن الظن في ذلك. أو كانت قد فعلت فاحشة ثم تابت ندمت أظهر منها الخير لا يضره ذلك. وقد تكون البكارة زالت في شدة الحيض، فإن الحيضة الشديدة تزيل البكارة ذكره العلماء، وكذلك تزيل البكارة ببعض الوثبات، إذا وثبت من مكان إلى مكان وطمرت من مكان إلى مكان أو نزلت من محل مرتفع إلى محل سافل بقوة فتزول البكارة. فليس من لازم البكارة أن تكون أن يكون زوالها بالزنا، لا. فإذا ادعت أنها زالت البكارة في أمر غير فاحشة فلا حرج عليه، أو بأمر من فاحشة ولكنها ذكرت له أنها مقصوبة ومكرهة، فإن هذا لا يضره أيضا. إذا كانت قد مضى عليها حيضة بعد الحادث، أو ذكرت أنها تابت وندمت وأن هذا يعني لعلكم بحال سفاهها وجهلها ثم تابت وندمت، فإنه لا يضره ولا ينبغي يشيع ذلك، وينبغي يشكر عليها. فإن غلب على غمه صدقها واستقامتها أبقاها، وإذا طلقها مع الستر وعدم إظهار ما يسبب الفتنة والشر. هل ترجع له فلوسه؟ لا، ما يرجع إلا إذا عرف أنها فاحشة، لأن المكارة قد تزول الحيض، قد تزول لأسباب أخرى من الأسباب، قد تكون مكرهة ولو حكم مكره حكم وحكم ما لم يفعل شيئا، قد تكون أيضا لأن الرابع فعلته الموافقة ولكن الله تاب عليها وحسن حالها. نعم. هل الثوب في بعض البلدان يحب أن يرى البكارة في الثوب يعلنها في العصر في النهار، إذا وجد رجل امرأة فيها رأي بكارة وأراد يشتر ذلك كلفه بذلك وفكها، هل له يدلها فلوسه؟ كيف؟ في بعض البلدان أن المرأة إذا تخطع الرجوع بالليل في الصباح يطلبوا في الثوب يعني بكارتها ويعلنوهم عن ظهر للنساء، أصبح ما فيها ثوب، هي ما لها بكارة وهو ستر يعني ستر ذلك وأرغمه أن يطلع لها ثوب، فقال ليس لها شيء ثم فكها، هل له أن ترجع له فلوسه؟ لا، إذا كان ضروري يمكن أن يفعل هذا في شيء آخر في زمن آخر حتى تستر عليها، وهو بعد ذلك مخير إن شاء أبقاها وإن شاء طلقها، يمكن أن يجعل دمع من غير بكارة إذا كان ضروري، لا بد من الغارف عندهم في عاداتهم، وإذا لم يفعل قد رماها بالزنا فإن كان يضع شيئا من دم آخر ويعلم بها ويجعلها توبه من باب الستر على الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم ستره وسلم ستره الله الدنيا ولا خير. نعم.